إذا الهوني في أحسن حالته البدنية. تمام، إذن هذه طبعا النقاط الفنية مع الكابتن طارق دياب وتشكيلة فريق الترجي المثالية اليوم بوجود بن شريفية الحارس الذي أثبت يعني في الفترة الأخيرة في أفضليته، وعودة الهوني وبن رمضان وبن غيث السريع واللعب بسرعة للأمام. عندما يكون عندك لاعب كراس حربة، احنا كنا نتمنى يعني فيه باللحول أو قاسمي افضل يعني خاصه في كان الفريق الجنوب الافريقي ماميلودي سانداونز اليوم مواجهه صعبه جدا. ترجي صاحب اكيد المسار يتطلع لانجاز اخر، يتطلع للقب الخامس في هذا هو ملعب 5 جويليا. معين الشعباني يبدا بتشكيله الترجي واختيارات معين الشعباني تشكيله الرياضيه لفريق شباب بلوزداد. اذا الشباب في حراسه المرمى مختار بالخيط رقم 3 زكريا دراوي، رقم 6 بيال تريكير، هجومي للسلمي ودراوي والسعيود يرفع كوره ولكن مبعد. الثانيه الاولى لفائده الشباب والمتابع من معز والاختبار هو لازالت وبال خيتر يتقدم بالخيتر يسدد وفي هذا يسدد الموسم بينما كرة والعرضية إمكانية المتابعة بالرجع كثير لمساندة اللاعب الياس الشاتي والعرضية الإضافة المرجوة بينما انسلال من حمد الهوني. الهوني تغطية ممتازة من الظهير الأيدد الدربة الحرة مرفوعة الكرة ممكن الراسية المريرة من فوسيني ملعوبة لحمد النكاس. مر حمدي مر حمدي مر حمدي مر هي 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 مسابقة الشامبيونز والكونفدرالية بينما الكرة العرضية والراسية بعد الصعود لحمد النكاس. ممتاز النكاس التحضير كما يلي عرضية ممتازة على المقاس وبالراسية البينينية تجويليا مشاهدي الكرام بينما هنا كرة وفرصة لكن مرة أخرى العرضية بالخيتر في القائمة الثاني لكن نكاس بالراس باني تلعب دي الضربة الحرة خطيرة كان قريب من أزمة معز بن شريفية هو لحظات تلعب الركنية الثانية إمكانية وخطورة ومعز اليمنى لفائدة شباب بن وزداد العرضية جول العرضية جول أول لفائدة شباب بن وزداد الشباب ومجد الشباب وتاريخ الشباب ونجوم الشباب. هو بن وزداد يقول لي أنت على حق نحن قادرون على التسجيل دي من حسين السالمي خارج أرضية الميدان يحافظ على الهدوء والتركيز والانتشار فعلا صعب المهمة على طا ياسين الخنيسي فيها صافرة. نعم ونهاية الجولة الأولى بتفوق فريق شباب بن وزداد 1-0 عن طريق اللاعب زكريا الدراوي بعد عمل رائع. أنيس يرفع كورة وبالراس لازالت خطيرة وتسديدة كلها وسام كنية مع بداية الشوط تحمل نسبيا الخطورة. بعد الأولى جات من بن غيت دخول مكان من مكان غيت ضخ دماء جديدة على مصر ليلتنا. نعم تستعد فعلا طا ياسين الخنيسي ارتالت بينما لدينا كره فرصه هنا لفائده الترجي العرضيه. الشوط المباراه الثاني وسط ميدان فريق الشباب بخصوص احتضان فريق بريميرو دي غوشتو بينما كره وفرصه وبن شريفي نتيجه غريبه نوعا ما بينما كره مرفوعه لازال لتنفيذ هذه الركنيه حمدو راسيه ترجي الكره باك شباب بن وزداد. اذا اكد كاس متقدم بعد مرور 5 حمد الهوني الهوني العرضية في اتجاه أمير سعيود دراوي مرة دراوي انسان دراوي ودراوي بيا سعيود يا سعيود يا سعيود على القائمة الثانية سعيد حمد الهوني يرفع لي الكرة حمدو الرأسية فسيكون من كرة جانبية من دار كرة ماذا سيفعل حمد الهوني هذه فرصة ممكن ممكن لكن في جرارة الدخول بهذه الكيفية فرصة ممكن فرصة ضيع فرصة سهلة لفائدة قلبي بن رمضان يتوغل بهذه الكيفية يتجاوز المدافع مرر حتى الكرة في طان ينفذ الركنية مرفوع الكرة وبرا سعيود وحدة سعيود يمشي سعيد هو 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 جول هو جول الثاني. ما أروعك يا سعيود حقيقة تمثيل مشرف شباب بن وزداد كرة الجزائرية زكريا المدرب وأكيد رغم المدة القصيرة بينما هنا كرة ثاني تمشي كرة الجهة اليمنى العرضية لكن هنا إعادة مجددا
الكرة الماضية وسعيو داخل المنطقة، هذا الثالث غير معقول. هذه إعادة من جديد، الكرة الماضية كان ممكن الهدف الثالث. شوف هنا ثلاث لاعبين أمام الحارس، وأعتقد الآن الحكم يصفر. نعم الحكم يصفر نهاية المواجهة، وفوز نادي شباب بن وزداد بهدفين مقابل لا شيء، التفوق.